هذا سائل يقول: كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجر مباشرة دون أن يبحث عن أسباب الهجرة؟ إيش؟ يقول: كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجر مباشرة دون أن يبحث عن أسباب الهجرة؟ أو هاجر بعد مدة طويلة؟ إيش الكلام هذا؟ لما ضايق المشركون المسلمين في مكة أذن الله لهم بالهجرة، لما ضايقوهم وآذوهم جاء نفر من الأنصار حجاجا فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا وأسلموا، وفي السنة الثانية قدم أكثر منهم وأسلموا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، تعاقدوا على هذا فأذن الله بالهجرة للمسلمين فهاجروا من مكة إلى المدينة على دفعات. نعم.